أكدت عائلة البنغي عن تأييدها ووقوفها التام مع قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وجددت العائلة الولاء والعهد والتأييد لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات من شأنها التصدي للمحاولات البائسة والمغرضة التي تتبعها قناة الجزيرة القطرية لشق صف الوحدة الوطنية. وأعربت العائلة عن فخرها واعتزازها بالمكتسبات والإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والتي شهد لها الجميع بما وصلت إليه من مراكز متقدمة وسمعة طيبة بين دول العالم.